مردود طيب للفريقين رغم النسق الماراثوني تحدثوا عليه في كل اسبوع. الحديث عن معدل الاعمار بالنسبه للفريقين، ذكروا معدل الاعمار بالنسبه لنادي صفاقس في مباراه اليوم 21 سنه، في المقابل نجم الساحلي كان 23 سنه، هي معدل الاعمار اللاعبين اللي كانوا حاضرين على الميدان اليوم. واحنا باش نمر مباشره مع حسام الى اللقطات اللي اختارهم لنا في المباراه اليوم. هو قبل كل شيء انيس لمحه على المباراه، بعض الاحيان الكوره كل يوم تزيد تعطينا دروس جدد. راهو مش ديما كي تلعب بفريق ثاني ولا تلعب بغيابات كثيرة راك باش تلعب خايب. اليوم الناس الكل كانوا يتوقعوا ان المباراة باش تكون سهلة للنجم الرياضي الساحلي، لكن الشبان النادي الصفاقسي اللي نوعا ما تفرض عليهم ان يكونوا موجودين اليوم اعطاوا درس وعملوا مباراة من طراز كبير، وصراحة ما كانوش يستحقوا الخسارة، كانوا ممكن نقطة التعادل كانت تكون ممكن عادلة بالنسبة للسي اس اس، عملوا ماتش كبير بالنسبة للاعبين تقريبا 8 و9 أول مرة نشاهدوهم في الفريق الاول في مباراه كبيره ضد منافس بحجم نادي هم 9 لاعبين مركز تكوين شبان وزوز اجانب اليوم كانوا حاضرين. يعني صراحه شبان اليوم قال هيك الممديه قال عسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم، انا نتمنى حلوه هو انك معناها فرض عليهم وظهروا ذوما، انا نتمنى ان النوادي ما تستناش حتى لين يفرض عليهم يولي مكره هي. يبدا عندك اولاد يستحقوا، انا كي نشوف انا كامارا اليوم ينجم يلعب في اي فريق يمكن، وعبد الله العامري شاهدناه مش على ماتش اليوم الموسم الماضي، على الامكانيات الفنيه والبدنيه اللي شاهدناه، معناها واحد اول مره يلعب معناها ثقه والبويسونس ومعناها ملاعبي محترم جدا، وحتى حارس المرمى قدم مردود طيب المباريات. عبد الله العامري موسم ممتاز الموسم الماضي انتظرناه باش يكون افضل من هكا برشا. شوف أيوة. أنيس اللي ريناه اليوم ان النادي الصفاقسي تقريبا خير انه يلعب دفاع ويلعب الهجمه المرتده، والنسبه للساحلي حاول يصنع اللعب لكن لقى صعوبات كبيره، تقريبا هذه الهجمه الوحيده اللي كانت منظمه وسريعه ولقى بالاختر. نشاهدوا هنا بن عياده كيفاش تمريره الى الشيخاوي ابوي، ونشاهدوا هنا الحاج محمود كيفاش مباشره باش يقرب للسوتيا. شو هنا الكره من لمسه لمستين، شاهدوا هنا كره سريعه الشيخاوي وهنا باش تجي التسديده كانت ممكن تكون هدف. تقريبا الهجمة الوحيدة اللي شاهدت فيها الشوط الأول بالنسبة للنادي الساحلي كرات سريعة حاولوا يلعب من لمسة واحدة تحرك من غير كرة، تقريبا باقي الشوط الأول بالنسبة للساحلي كان بطيء، وكأنه اللاعبين مهما حاول يحضرهم لسعد الدريدي وأنها مش باش تكون مباراة سهلة دخلوا نوعا ما نقولش استسهال لكن وكأنها المباراة باش يربحوها، لقوا فريق منظم وقوي وأجريسيف اللي صعب لهم. النادي الرياضي الصفاقسي خير أنه يلعب الهجمة المرتدة يرجع لمناطقه، يعرف عنده مهاجمين صراع خاصة كمارا وحاول دائما يلعب الهجمة المرتدة خاصة بالنسبة للساحلي يلقى صعوبات في العودة. نشاهد هنا هجمة مرتدة تقريبا في دقيقة 15، شوف المساحة في وسط الملعب تقريبا 5 لاعبين بالنسبة للساحلي هاجموا وما رجعوش، هنا شوف المساحة باش تكون هجمة سريعة للنادي الصفاقسي. شوف شوف المساحات شوف المساحات 2 ضد 2 ممكن حتى نجم تكون حتى 2 ضد 1 لولا كمارا عمل الخيار الفني الصحيح كانت نجم تكون هدف أول صح النادي الصفاقسي، معناها أنت ربع ساعة لعب كل هذه المساحات. شوف هنا كمارا بطا كان مباشرة كان المهاجم الثاني طلب كرة حطوا توزيعها في القائمة الثانية تكون هدف، لكن هنا خير انه يلعب الحل الفردي يعني شوا تكنيك خاطئ. شوف هنا ونشاهدوا هنا نوالي يتدخل وينقذ الكرة، معناها كانت نجم تكون هدف لو اعطاه الخيار الصحيح ولو المهاجم الثاني طلب للقائم الثاني كانت نجم تكون فرصة هدف. نشاهدوا هنا مرة أخرى نشوف النادي الصفاقسي كيفاش يخرج بالكرة، شوف ثقة بأنه شوف تقريبا في 4 تمريرات في 5 ثواني شوف تقريبا شوف المساحة أنيس هنا نفس الشيء الخيار الفني هنا كاميرا شوف المساحة أنيس يعطي يلقى روحه 1 ضد 1 نفس الشيء باش ياخذ كاميرا الكرة باش يحاول يلعب بها بطريقة فردية حتى لنشوف حتى لين يخسر الكرة، كان أعطاه تمريرة لزميله كانت تكون 1 ضد 1 فرصة هدف. اللي شاهدناه تقريبا في الشوط الأول أنيس نجم الرياضي الساحلي لعب الهجمة نوعا ما اتاك بلاسي وحاول انه يصنع اللعب لكن ما كانش هناك سلاسه في اللعب، ما فماش تمرير سريع، ما فماش تحركات، والنادي الرياضي الصفاقسي لعب على نقاط قوته، يعرف روحه بالفريق الثاني، تكتل في دفاعه، لكن كل ما يفتك الكوره في 4 أو 5 ثواني تقريبا يوصل الى مناطق النادي الرياضي الساحلي. الشوط الاول كان نوعا ما اكثر الفرص الاخطر كانت بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي. هذا ايش عندنا في المباراه ولا مازال عندنا الشوط الثاني؟ في الشوط الثاني تقريبا كانت بنفس الطريقة لكن الفرص كانت أكثر بالنسبة للساحلي، وشاهدوا هنا حبيت نتكلم شو هنا دقيقة 82 أنيس النادي النجم الرياضي الساحلي قعد الشوط الثاني يلعب في الضغط العالي، حاول إنه يمنع النادي الرياضي الصفاقسي إنه يوصل إلى مناطق، وشاهدوا هنا 3 لاعبين ضغط عالي على دفاع النادي الرياضي الصفاقسي وباش يجبر فريق النادي الرياضي الصفاقسي إنه يخسر الكرة، شوف هنا شاهدوا الضغط مرة أخرى تقريبا كل الفريق حاول يضغط باش يمنع النادي الرياضي الصفاقسي من الوصول حتى لين النادي الرياضي الصفاقسي
يخسر الكرة ويعود بالنسبة للساحلي يبدأ الهجوم. لكن في المجمل أنيس شهدنا مباراة محترمة، الكل كان يتوقع مباراة سهلة والنادي الصفاقسي، وسمعنا حتى مسؤولين النادي الصفاقسي يقول لك هناك اسم الفريق وتاريخ الفريق، معناها كانوا يخافوا من أنها تكون نتيجة كبيرة، لكن صراحة شهدنا النادي الصفاقسي في أحسن وجه، وكان ممكن في أقل الحالات أنه يخرج بنقطة التعادل. واضح خالد، ثلاث نقاط مهمة جدا بالنسبة للنجم الساحلي، لكن الحديث اليوم نستناو أي وجه باش يظهر به شبان النادي الصفاقسي خاصة. شوف حب ولا نكر اليوم الظرف سمح اليوم شراو للشبان هذوما في المقابله هذه، نتصور لو كان الفريق كان كومبلي اليوم ممكن، مش ممكن اكيد مش شراو على الاقل الفورماسيون هذه، كنا شراو الفورماسيون تيب نتاع الفريق. الظرف سمح انه اليوم الحقيقه نكتشفوا برشا ملاعبيه اللي عندهم برشا امكانيات على المستوى البدني الذهني، خاطر سورتو الذهني تلعب ضد النجم وكومبلي مع فريق اللي اكثر لاعبيته من فريق النخبه ويلعبوا من غير عقده، يعني لعبوا الكوره الكوره، استغلوا لي كاليتي اتليتيك سورتو نتاعهم تاع اللاعبين الاماميين الغرياني كامارا غوما، لاعبين اللي عندهم سرعه. النادي الصفاقسي عرف اليوم انه يلعب ضد فريق على المستوى الفني يفوقه وزيد عنده الخبره. شوف النجم الرياضي الساحلي اليوم يعني الاربع مدافعين خدمهم لاعب تقريبا حاج محمود هو اللاعب اللي عنده الفوكس 4-1 لعبوا تقريبا، والاربعه والخمسه القدامين تاخو من القيرماني الاحمر مزياني الصفاقسي شيخاوي، تقريبا خمسه لاعبين عندهم الصبغه الهجوميه. تبقى السيستم هذا صحيح عطى للنجم الاريحيه انه يشد الكره في النصف الميدان نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، وفي نفس الوقت عطى مساحه للنادي الرياضي الصفاقسي في ظهر اللينيا هذيك. ولو نشوفوا احنا المحاولات ولا ليزوكازيون نتاع النادي الصفاقسي دون ما الكره تفوت اللينيا هذيك لو تكون فرصه خمسه اليميني مع السرعه نتاع اللاعبين الاماميين خلق الحقيقه برشا خطر. المباراه اللي الحقيقه تمتعنا، كانت فما مباراه باهيه فيها ريتم لونفي نتاع شبان النادي الرياضي الصفاقسي، الخبره الحقيقه نتاع لاعبين النجم الرياضي الساحلي اثرت ما عملت للفارق، عرفوا وقتاش يقتلوا الماتش، عرفوا وقتاش ينقصوا من الريتم اللي عملوا النادي الرياضي الصفاقسي. تشوف حتى في المباراه في 1-0 كانت كوره نتاع 2-0 للنجم، بعد رجعت كوره كانت نجم تكون 1-1 للنادي الرياضي الصفاقسي، يعني برشا يعني تسابق وتلاحق من ناحيه الفرص. تبقى النجم يظهر لي اليوم بالخبره بالكاليتي نتاع اللاعبين الخبره نتما الاحمر شيخاوي اللي في الاوقات اللي يلزم يعملوا الفارق عملوه، عكس لاعبين نجم الرياضي الصفاقسي اليوم اللي كان عندهم ديشي تكنيك نتاع الصغر، وهذا نجموا نتفاهموه في مقابله كبيره. لكن الحقيقه المردود اللي وراه شبان الرياضي الصفاقسي مردود جيد جدا ومبشر بكل خير للمستقبل نتاع النادي والفريق. واضح رضوان، وقايه الفريق اليوم نجم الساحلي هي حسمه المباراه، في المقابل النادي الصفاقسي ربح لاعبين شبان وربح اطار فني شاب ايضا هيك القمام دي. صحيح، خليني نبدا نحكي على نادي الرياضي الصفاقسي قبل، لانه شوف نحط المقابله في الاطار نتاعها، معناتها يلعب تقريبا بالفريق الثاني مع الاعتماد على زاموري وغوما، هذوما زوز ملاعبيه اللي استانسنا بهم. الناس كل كانت تتوقع انه المقابله باش تكون صعبه على زوز فرق، صحيح كان فما اسم النادي الرياضي الصفاقسي موجود، لكن حتى الملاعبيه هذوما عرفوا كيفاش يلبسوا الماريول هذا، كانوا متعودين يلعبوا مع بعض، اكدوا معناتها احقيتهم بوجودهم في نادي كبير في حجم النادي الرياضي الصفاقسي، وعملوا مقابله محترمه جدا، خاصه نقول انا في الشوط الاول كانوا يستحقوا يسجلوا هدف او اثنين. في الشوط الثاني الحقيقه حسينا فما تراجع نتفهموه، لانه شوف جل العناصر هذه تنشط في فريق النخبه، نعرفوا الناس كل انه الاصناف الصغرى والنخبه ما فماش دوري شامبيونات السنه، دونك بعاد على الكومبيتيسيون وجلهم ماهمش قاعدين يشاركوا، معناتها بتاتر مقابلات وديه، فنتفهموا التراجع هذايا في الشوط الثاني، خاصه على المستوى الفني اللي كان يحكي عليه خالد وديشي تكنيك اللي كثر في وسط الميدان. في المجمل انا نقول معناتها جيت امبرسيوني الحقيقه، خاصه صبري بن حسين حارس المرمى اللي نحسوه معناتها راكز بالكدا برشا كاركتير، عطاه ثقه كبيره للمدافعين نتاعو. نفس الشيء معناتها انا كي نشوف هارون بن عامر معناتها وقت اللي دخل بارابور المنصوري، معناتها عطاه دو باس ديسيزيف في زوز لمسات الاولانيين نتاعو، دونك مكسب كبير ينجم يكون حل من الحلول نادي الرياضي الصفاقسي. والاهم
بالنسبه لي انا هو الاجنبي الحقيقه عثمان كامارا ذا اللي معناتها كل مره كان ياخذ الكره الا ويخلق بها الخطر بالرغم من صغر السن نتاعو. ما ننساوش زاد عبد الله العمري من لاعبيه اللي نقول انا يخليه بتاتر جماهير نادي رادس فيقس يستهنى على المستقبل نتاعو. حسوا كل لاعب يحب يفك بلاصته اليوم كامارا شفناه يعني بالاصابه ويحب يرجع فرصه كيما هذه ما تجيش في برشا راهو نيس بتجيك فرصه ضد فريق في حجم نجم رادي ساحلي وعلى ارضيه ميدانك باش توري وتبرهن احقيتك باش تكون في الفريق الاول. كيفاش شفت شيخاوي في الخطه الجديده راس حرب؟ بالنسبه للنجم الرياضي ساحلي شوف تكتيكيا الحقيقه نعطيه معناتها حق الاسعد مقابل هذه كان متفوق تكتيكيا لانه عرف كيفاش يضغط على نادي رادي صفاقسي ما عدا نقول انا يمكن بتات ربع ساعه ولا 20 مينوت الاولانيين تفاجئ بالمردود الشبان نتاع نادي رادي صفاقسي ولونجاجمون خاصه والاصرار نتاعهم فكانوا تقريبا كل وين يحطوهم في وضعيه ضغط الا ويعرفوا يخرجوا بالكره هذه سواء بالكرات الطويله في ظهر المدافعين سواء معناتها بدي باس كورت فالحقيقه كان فما صعوبات. فيما يخص شيخاوي سي تان شوا يظهر لي كاتريام ماتش معناتها يعتمد المدرب كراس حربه الى حد الان قاعد يقدم في مقابلات طيبه يعطي في حلول لاصحابه لكن النجم اكيد مطالب باش يكون عنده اكثر من مهاجم باش ينجم على القليله يربح المقابلات نتاعو. زاد نفس الشيء بالنسبه لجابسي تقريبا نحى فرصه او اثنين واضحين دونك يطمن على القليله احباء النجم فيما يخص حراسه المرمى لكن ديما تقعد نقطه الاستفهام الكبيره هي على مستوى الدفاع سيرتو البير ديفونسيف معناتها بن عياده والنوالي الناس كل تقريبا جماعه الفنيين قلنا انه هذا هو معناتها صحيح الافضل حاليا في النجم الرياضي الساحلي لكن تواصل الاخطاء خاصه الفرديه لانه الدريدي كيحط الميزون معناتها اون بلاس الجوار نتاعو يخرج حسابه الخلف البدنيه معناتها الاخطاء الفرديه ما ينجمش يكون مسؤول عليها الحقيقه انت اذا كان تجي تحب تعطي باس لاتيرال وتتفك انت نجمش تجي تلوم على المدرب ولا ديفونسور يتومبوريزي بالراس باش يعاود باش يطلع يلونتيسيب ولا يخليها تبامبي ومن بعد يستنى دونك باش تصير اخطاء فاتحه ماتش مستير اي وتسجل لك اهداف تو نرجعوا له من بعد هذه الحاجات اللي ريتها الحقيقه تنجم تقلق في النجم لكن الايجابيات هو نحط المقابله في اطارها ثلاثه نقاط مهمه جدا تخليه براتيكمون يتهنى على المرتبه الثانيه اي اونكور معنويا يكون حافز كبير للمقابله الجايه اللي هي باش تكون الاهم يظهر لي في الاتحاد الافريقي. هاك باش تحكي نحكي على المقابله هذه الاتحاد الافريقي زوز تنقلات صعبه تنتظر كل من نادي صفاقسي ونجم الساحلي جراف وساليتاس البوركيني نادي صفاقسي في البنين ونجم الساحلي في السنغال تقديم زوز لقاءات هذوما اللي باش يكونوا يوم الاربعاء القادم في قراءه الانيس موسى ومكرم الحطاب. بعد طي صفحة البطولة من خلال مباراة الكلاسيكو الثالثة بين سي اس اس وليتوال بين بطولة وكأس افريقيا، ممثلي كرة القدم التونسية بعد 72 ساعة باش يكونوا في امتحان افريقي مهم على درب الترشح للدور الربع النهائي لكأس الكاف بتحقيق نتائج ايجابية في زوز تنقلات صعاب. السي اس اس اللي ركز اهتمامه على مسابقة الكاف واختار سفر الفريق الأول للبنين منذ صباحية الأحد على الساعة 10:30 مع التحاق رئيس النادي وكل من صبري حسن والزموري وعبد الله العامري وغدو والابقاء على الفريق الثاني لمواجهه ليتوان. السي اس اس في البنين شكون في مواجهه صعيبه ضد ساليتاس البوركين اللي مازال معني بالترشح ويلعب اخر اوراق. فريق كان تعب السي اس اس في الذهاب اللي انتصر عليه بالحد الادنى واحد بلاش. من جهته النجم سيلعب مباراه مصيريه في السنغال ضد متصدر المجموعه بسبع نقاط جارب العائد بانتصار ضد ساليتاس واللي كان سبق له النجم الفوز عليه في الذهاب وزاد بصعوبة من خلال ربع ساعة الأخير وبالتالي العودة بنتيجة إيجابية حتمية والعثرة ممنوعة إذا حب النجم يواصل المغامرة الإفريقية. الأكيد 21 أفريل 2021 يوم مهم لممثلي كرة القدم التونسي من أجل الترشح للدور الربع النهائي وحد سعيد للسي اس اس وليتوا. سعيد لممثلي كرة القدم التونسية حسام والعودة بنتيجة إيجابية طبعا مطلوب جدا خاصة المباريات الأخيرة ستلعب في تونس بالنسبة للنجم وصفيقسي. أكيد الفريقين وضعوا أنفسهم في وضعية مش مريحة. كنا نتوقع أن تقريبا تكون منافسة على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. لكن النتائج السلبية خاصة اللي قاموا بها الفريقين خارج تونس جعلت وضعية تكون صعيبة. اليوم معناها تسمع برشا كلام انيس تقول وكانه في واحد من الفرق انه باش يخرج. وجهه نظري اللي ما زالت الحظوظ كبيره وكبيره جدا تكفي نقطه التعادل نجم رادي الساحلي ونادي رادي الصفاقسي خارج تونس ومن بعد عندك مباراه في تونس ثلاثه نقاط اربع نقاط في مباراتين تخليك تتعدى الاول الثاني ما عادش مهم برشا اهم شيء تو اليوم الوضعيه هذه انه الفريقين يمروا
الفريقين عندهم بما يكفي من الخبره، مش مهم الطريقه، المهم يمر الفريقين. نعم هي يمروا ديما احنا اوكي قبل بدايه دوري المجموعات الفريقين كانوا يحبوا المرتبه الاولى، اما الوضعيه اللي فيها توا اهم شيء هو انك تتاهل. من بعد انا خاطر متاكد اذا بقدره ربي باش يتاهلوا اثنين، نادي رادس فيقس والنجم رادس الساحلي، ما يخافوا من حتى فريق، اي فريق ينجموا يقابلوه ينجموا يفوزوا عليه. انا نتصور كل الفرق الاخرى هي اللي تخاف من الاتوال ومن السي اس اس، مش الاتوال والسي اس اس يخموا المرتبه الاولى باش يتفاداوا واحد من المرتبه الثانيه. لذلك ارى ان الامور ما نقولش سهله لكن ماهيش صعيبه، الاتوال والسي اس اس قادرين انهم مش ما نقولش يربحوا، اقل شيء قادرين يجيبوا نقطه التعادل سواء من بوركينا فاسو او من السنغال. خالد، الطريقه المثلى للتعامل مع المباراتين هذوما، يلعب الكل في الكل الفريقين ولا نقطه التعادل تكفيهم في انتظار المباراه الاخيره؟ لا يفوز سافوار جيري، فما برشا عوامل نعرف افريقيا، الطقس، الميدان، حاله الحاله البدنيه نتاع الملاعبيه، ما ننساوش حاجه مهمه ياسر في ظل الماراثون هذا، تبقى انتصار والا تعادل باقي يخلي لك الحظوظ نتاعك، سورتو لي دو ماتش الاخرانيين نتاع المنافسين نتاع نادي صفاقس والنجم الساحلي في تونس. دونك لازمك تعرف تجاري، ونعرفوا افريقيا ولا المقابلات في افريقيا هما لي كونديسيون هما اللي تعبوا على المستوى البدني ولا الفني، متاكدين اللي احنا الفرق نتاعنا احسن منهم، لكن ديما يقعد العوائق هذوما، نيزام بريفيو، الطقس، الميادين سورتو، هذوما حاجات نجم يقلقوا سورتو كما قلت لك الماراثون نتاع المباريات. دونك خليو نجموا لو الفرصه موجوده باش يربحوا علاش لا، سينو نستحفظوا وفما تقعد الشانس نتاعنا لاخر جوله. انا جوست حبيت نزيد حاجه قبيله على التمركز الشيخاوي في النجم الساحلي، الفكره باهيه برشا انه تعطيك برشا توازن في وسط الميدان، سورتو هو عنده لونفي باش يلعب لاعب حر ويعطيك فوالا اون بليس قاعد يقوم في دور دفاعي مهم ياسر، لكن ينقص النجم حسب رايي وقت الشيخاوي يطيح لوسط الميدان شكون باش ياخذ البروفوندور؟ لهنا عندك صفاقسي اللي عنده لي كاليتي نجم يعطيك البروفوندور، لازم لاعب اخر باش يكون فما توازن، سينو الفكره راهي باهيه برشا. الشيخاوي بالخبره نتاعو موجود خالد راه كيف مزياني مزياني موجود مزياني. بوتمان بوتمان نفس الشيء، احكي تو ماتش كوب دافري فار اكزومبل باش تستحق انت اللاعبين السرعه ما عندكش مزياني ماكش تلقاه، دونك فوالا فهمت. دونك هذا الاشكال، كوب دافريكي يلعب كوليبالي هو تو ليشيونس المهمه نتاع الكوب دافريك، ممكن عنده الحل في كوليبالي جوست، نعرف كوليبالي يحب يلعب اون بوانت وبيدو زاد اللاعب اللي يميل انه يتيح زاد اكثر، دونك هذا لو يلقى النجم رياضي الاختيارات موجود فوالا نجم يلقى التوازن بارابور للبوزيسيونمون نتاع الشيخاوي، نجم يخلق برشا خطر للفرق الكل. واضح، نمر للمباراه الثانيه. انا زويت في تفضل على الكاس الافريقيه، الفرق الزوز انا نقول عندهم من الكم والكاليتي شيء الكافي اللي باش يخليهم يتعداو، سيرتو كو صفاقس معناتها هزت ليكيب تيب نتاعها، دونك ان شاء الله تكون حاضره وخذات اكثر ايامات روبو. النجم الرياضي الساحلي سي فري اعتمد على الفريق الاساسي نتاعو في المقابله اليوم، لكن نتصور انه حسن التعامل نتاع المدرب اللي حكى عليه خالد هو جيستيون على مستوى الكاستينغ، لانه ضروره اختيار اللاعبين بارابور البروفيل نتاع الفريق المنافس، لانه نعرف الناس كل جرف سيت اون ايكيب اتليتيك اللي ربحت معناتها في المقابلات نتاعها بالامكانيات البدنيه، دونك نتصور باش يكون عنده حتى على مستوى الرسم التكتيكي توجه باهي اللي يضمن له ماهوش يلعب اكيد على نقطه، لكن بارابور المقابله نتصور يحاول يمشي اكثر عدد ممكن من النقاط. كوناتي موجود رضوان؟ اي موجود، كوناتي موجود شفنا المهاجمين مستحقين واحد كما كوناتي في الدفاع، يكون نسبه كبيره يكون موجود محتاجين. وبالنسبه لنادي رياضي الصفاقسي نفس الشيء، نتصور بارابور المقابله نتاع الذهاب والمقابلات اللي رناهم المقابله نتاعو باش تكون احسن وقادر باش يحقق حتى الانتصار اللي على الاكستيريور معناها. واضح ان شاء الله موافقين ممثلي كره القدم التونسيه. كما قلت نمشي للمباراه الثانيه، مباراه الترجي الرياضي وشبيبه القيروان، كما قلنا منذ البدايه 3 نقاط تفصل الترجي عن البطوله طبعا الخامسه على التوالي في سجله و31 في تاريخ النادي. في المقابل دائما حسب ارقام زميلنا عماد الكيلاني، شبيبه القيروان منذ سنه 95 يعجز الفوز على الترجي الرياضي التونسي كالعاده. طبعا الترجي الرياضي التونسي وفي لعاداته تغييرات عديده بالنسبه لمعين شعباني قبل بدايه هذه المباراه، واكيد تغييرات الشوط الثاني هي اللي اعطت اكلها وحسمت المباراه. شفنا 4 تغييرات جابت طبعا انتصار نادي الترجي الرياضي التونسي بعد نهايه الشوط الاول 0-0، يتمكن الترجي الرياضي من تحقيق 3 نقاط مهمه في انتظار مباراه الاحد القادم، هي مباراه مؤجله ايضا ضد النادي الرياضي الصفاقسي. نرجع المباراه هذه مع عماد زهمول، خالد بن يعقوب، امين بن احمد، ومكرم الحتاب.
عين على كلاسيكو صفاقس واخرى على شباك الشبيبه. الترجي كان يبحث اليوم على 3 نقاط مقابل هزيمه النجم في صفاقس للختم النهائي على شهاده بطل الموسم 2020-2021. المنافس شبيبه القيروان دون رهان بعد مغادرته للرابطه الاولى، لكنه ياتي الى رادس بمجموعه من المشاكل اللي عاشها في الاسبوع الفارط. الايامات كلها ولات صعيبه، فما اطار فني غادر، ان شاء الله قاعدين نحاولوا توا باش نرموا معناها الفريق. وليدات اليوم صغار الكل يلعبوا كونتر معناها الترجي الرياضي التونسي، اليوم لازمنا نفكروا معناها من توا في الموسم القادم. الشبيبه تدخل المباراه من غير حسابات، مخالفه نفذها الرمضاني مرت فوق مرمى بالشريفيه. الترجي يحرك هجومه، محمد علي بن رمضان يتوغل في دفاع الشبيبه، يسدد باليمين، كره تضرب على القائم، ثم توزيعه من رايد الفادع، عبد الرحمن مزيان يسدد فوق العارضه. الترجي يضغط من جديد، فادي بنشوق ياخذ كره من خالد عبد الباسط، حارس الشبيبه متفطن يمنع الترجي من التهديف. نفس السيناريو يعاد، كره من خالد عبد الباسط، والمره هذه حارس الشبيبه يتالق امام تصويبه المرزوقي. الشبيبه تحاول تهديد شباك الترجي، محمد جمالي في التحام مع بن رمضان، الحكم مفرج عبد اللاوي يشير سلامة العملية. في شوط أول انتهى بالتعادل 0 بالجهتين. الشعباني ينطلق في الجديات، مازالوا 45 دقيقة وتشكيلة الانتصارات تختتم بانضمام أنيس البدري وبالغيث والهوني، ورائحة الأهداف تفوح منذ اللمسات الأولى. تسديدة من بالغيث، كرة كانت تغلط حارس الشبيبة، ثم أنيس البدري يمد كرة لفادي بشوق يروض يسدد، كرة سهلة في دين الحارس. والثالثة جابت الهدف الأول للترجي، كرة تنطلق من خالد عبد الباسط في ظهر مدافعي الشبيبة، أنيس البدري يروض يرفعها بالحارس، 1-0 للترجي في 63 دقيقة. هيجان هجوم الترجي يتواصل، خالد عبد الباسط اللي كان في مخطط التغييرات الشعباني دقيقة بعد الهدف الأول يقطع كرة من دفاع الشبيبة، يتوغل يسدد، 2-0 للترجي. ومن الاحتفال بالهدف الثاني مباشرة إلى حجرات الملابس، خالد عبد الباص يخلي مكانه لطه ياسين الخليسي. الشبيبة ترجع من جديد الهجوم، ماهر الحداد يمد كرة لإيهاب العدامي، كرة تستقر في شباك بالشفية، 2-1 في 73 دقيقة. ربع ساعة ما زالت على نهاية المباراة، الترجي يحاول فيها إضافة هدف ثالث، كرة من الدربالي اللي خذا مكان الفادع، أنيس البدري يسدد بالراس يحط الكرة في شباك الشبيبة، 3-1 في 88 دقيقة. الترجي يكسب 3 نقاط، ما زالت تفصل 3 نقاط أخرى للانبضاء النهائي على وثيقة الفوز بالبطولة 31 في تاريخه. خسرنا برومير ميتون، صحيح خسرنا برشا وقت، ما هزيناش ريتم كيما حبينا احنا. دوزيام ميتون افيك لي شونجمون اللي صاروا معناها رقينا الريتم تاعنا، خلقنا لي زوكازيون سورتو في 30 متر الاخرانيه، الريتم معناها اللي حاشنا به معناها توجد، والحمد لله 3 نقاط مهمين يخلونا نقربوا اكثر فاكثر من البطوله الخامسه على التوالي الحمد لله. مالوريزمون ميتون لوري يظل صعبنا شويه اللعب على رواحنا، كان فما برشا ديشي تكنيك وما فما ما كانش فما ابليكاسيون. دوزيام ميتون يظل لي تحررنا اكثر وقمنا باللي لازمنا نقوموا به، والحمد لله هذول اللي جاوا 3 بوان مستحقينهم برشا، قربنا اكثر من لقب. والشبيبه تعجز منذ سنه 1995 على هزم الترجي في البطوله. ميتون لول تشوف معناها لعبه 50-50، صحيح لعبنا طيحنا البلوك ولعبنا ديفونسيف، مي هذيك هي تحكم عليك، فما جمعيات تحكم عليك باش تلعب هكاكا. عملنا ميتون لول بي، ميتون الثاني صحيح الترجي عمل شونجمونات يعني هزت الريتم شويه. قله الخبره نتاع الملاعبيه نتاعنا، اخطاء فرديه بالطريقه هذيك ما تخليكش معناها تبقى معناها مركز. سجلنا هدف، رجعنا في اللعبه، نزيدوا نغلطوا بالطريقه هذيك، الله غالب معناها فريق صغير، الماجوريتي كلهم شبان، مستقبل الشبيبه فيهم 6-7 ملاعبين نجموا يكونوا معناها مستقبل الشبيبه، نخدموا على ذوكما. انا نشكرهم عملوا بريستاسيون باهيه. إذا شبيبة القيروان في غياب الضغط قدم مردود مقبول في مباراة اليوم. في المقابل خالد، بالنسبة للترجي التونسي نجم نتحدث اليوم عن تشكيلة بالنسبة لمعين شعباني خاصة بالانتصارات. لا شوف، هو التغيير اللاعبين ولا التورنوفر قاعد يصير من مقابلة الأخرى، في كل مقابلة راهو تغيير أقل شيء 3 تغييرات يعني بارابور للمقابلة اللي قبلها وفي الخطوط الكل.
اليوم في المباراة نتاع اليوم رغم التغييرات الحقيقة الفرص كانت كلها الشوط الأولاني كله بالنسبة للترجي، ممكن المشكل انه الفريق ما لعبش بريتم عالي ياسر مع البلوك با نتاع شبيبة القيروان، لقى بعض الصعوبات اللي فيها هزان الريتم، لكن الاستحواذ كان عند الترجي، ما لقاش بروفوندور حتى زاد كما قلنا البلوك نتاع شبيبة القيروان ما براتيكمون ما طلع الشوط كامل يلعب على السازمات ساكونت، وحاول في بعض المناسبات انه يخرج في الهجمات المعاكسه، ممكن التغييرات نتاع البدري الهوني سورتو اعطاو ريتم جديد، اعطاو بلغيث نفس الشيء، اعطاو رفعوا في النسق هذاك علاش جات المحاولات وسجل الهدف الاولاني. بعد بتي شبيبه بدا يخرج من المناطق نتاعو، خلى المساحات، عمل الاغلاط، وهذا اللي استغله الترجي كما يلزم. دونك في الاخير نقول له الترجي الانتصار نتاعو مستحق، لانه هو اللي كان مستحوذ، هو اللي كان اقرب للمرمى نتاع المنافس نتاعو، وما يعني ما فماش حتى يعني انتصار لا غبار عليه بالمانيير. عوده سامح الدربالي حاجه مهمه ياسر للفريق، وكان وراء تمريرة زادة ممتازة، كان زادة وراء توزيعة، كان نجم ونيس البدري يعود للفورمة نتاعو معناتها. نيس لاعب اللي الحقيقة ما تخافش عليه، هو البداية نتاعو كانت باهية، من بعد صار هكا الباس دو ريجيم، لكن في الفترة الأخرانية قاعد يرجع، لاعب تريز افيكاس، هذا الميزة نتاع نيس البدري أنه الافيكاسيتي يلعب لو بلو سامبل بوسيبل. عمل غلطة في الهدف نتاع شبيبة القيروان، لكن سي بيرمي عاتي بظهره، ممكن ما كانش عنده المعلومة، لكن على المستوى الهجومي لاعب اللي يعرف يتعامل مع الكورة بالسامبليسيتي في الوقت والمساحة اللي تلزم. واضح، ما زلنا طبعا مع الترجي التونسي، نرجع للمباريات المؤجلة اللي كانت لعبت يوم الأربعاء الماضي، ولقاء مؤجل لحساب الجولة الثالثة إياب كان جماعة حتى تاوين بالترجي التونسي. نرجع للمباراة هذه مع صالح الهداوي وعماد جليلي. في لقاء متأخر لحساب الجولة الثالثة إياب، الترجي يعود بثلاثة نقاط ثمينة ويعزز موقعه في الصدارة في مواجهة سادسة أمام اتحاد تتاوين. فريق الاتحاد منذ البداية في أحداث الأخطر، الهمامي لسيلا تسويبته محاذية لمرمى بالشريفية، كرة ثابتة من كرة السلطاني، ياسين بوفيلغا كرته رأسية دون خطورة على مرمى الترجي. الترجي يجيب عبر ثنائية بين عبد الرؤوف بن غيث أنيس البدري، المحواشي يتدخل في الوقت المناسب. محمد علي برمضان يتحصل على مخالفة البدري بذكية للخنيسي، هدف أول للترجي في 27 دقيقة. ركنية الاتحاد تتاوين، معز بن شرفي يبعد اختر ينقذ مرميه من هدف محقق. يعود من بعد فريق الترجي للهجوم، الهوني من الرواق الأيسر، التوزيع ناسيم بن خليفة كاد يكون على موعد مع الشباك. محمد علي عبد السلام يتخلص من رقابة حمدي نجاز، التسديد كورته بعيدة على مرمى بن شريفية. الشوط الثاني، الترجي يمر للسرعة القصوى، بن غيث يوزع كورة، دفاع الاتحاد يدخل في مرة أولى، الخنيسي حاول المباغتة بالرأس، كورته مرة جانبية من مرمى المحواشي. كورة خاطئة من عبد الرؤوف بن غيث، سيلا يضيع فرصة التعديل رغم موقعه المناسب. مخالفة من أنيس البدري، بن غيث في المتابعة ليتمكن من مغالطة المحواشي، وهدف ثاني للترجي. اتحاد تتاوين يطالب في العملية هذه بضربة جزاء بعد تدخل بن حميدة مع محمد علي عبد السلام. هجوم معاكس لابناء الخطوي، الجورني لبن ضياف، عبد النجاز دخل مع السلطاني، الحكم الأسرائيلي الجوادي يعلن عن ضربة جزاء. فوني خلفه يتولى التنفيذ ويتمكن من تذليل الفارق. عبد الهوني نشيط جدا من الجهة اليسرى، الخنيسي في التحذير، الهوني يمضي على الهدف الثالث للزملاء بن شريفي. فريق الترجي يزيد من ضغطه، بالرمضان ينطلق بسرعة يمرر للبدري، الخنيسي قريب جدا من تسجيل الثنائية. كرة ثابتة من أنيس البدري، اليعقوبي يمر بجانب الهدف، عبد القادر بدران في المتابعة، كورته مرت بسلام على مرمى المحوشي.
أشرف بن ضيف يمر من الجهة اليمنى، التوزيع سلا كورته رأسية سهلة في يد معز بن شريفية. آخر فرصة في اللقاء كانت من جلب اتحاد التطوير، لأنه صحيح لمعز بن شريفية في إبعاد الخطر عن مرمى. لتنتهي المواجهة بانتصار رقم 17 لفريق الترجي، في حين فريق الاتحاد ينقاد لهزيمته التاسعة منذ بداية الموسم. إذا قبل ما نتحدث على المباراة هذه، كان اتصل بنا السيد شكري شيخ روح ونائب رئيس النادي الرياضي الصفاقسي، ثلاث نقاط حاب يوصلهم السي عبد الرزاق الدالي كان موجود معنا، ثلاث نقاط باش نلخصوهم أبرز ما جاء على لسان سي شكري شيخ روح. يقول كان من الأول على الرابطة الوطنية المحترفة، تحديد يوم 17 أفريل هو يوم المباراة، كانت الرابطة تنجم تحدد الدات هذه من الأول، يعني يوم 17 يكون موعد المباراة هذه. النقطة الثانية، قال النادي الصفاقسي كان قام بالحجوزات السفر قبل الإعلان عن موعد المباراة هذه، ما كانش ينجم يبدل موعد السفر. ونقطة ثالثة، قال سي عبد الرزاق تحدث عن طيارة عسكرية ب 80,000 دينار، يقول ما عندناش فكرة اللي موجودة طيارة عسكرية ب 80,000 دينار، ولو وجدت الطيارة هذه كان النادي الصفاقسي ينجم يقتني الطيارة هذه. وإن شاء الله يكون حاضر معنا سي شكري الشيخ روحه في حوار إن شاء الله الأسبوع القادم، إذا حب يكونوا حاضرين معنا في بلاتو الأحد الرياضي، بما أنه أخذنا قرار منذ بداية الموسم المداخلات الهاتفية يعني مش ممكنة في برنامج الأحد الرياضي تفاديا لأي إشكال. نمر نمشي ونحكي على مباراة اتحاد التطاوين والترجي الرياضي التونسي. حسام، هزيمة أخرى بالنسبة لاتحاد التطاوين تعقد الوضعية مع نهاية الموسم. شوف، هذه الفرق اللي تلعب من أجل تفادي النزول لازمك تعمل سلسلة من النتائج السلبية، لازمك تعرف كيفاش تخرج منها. نذكر وإحنا اتحاد التطاوين مع شكري الخطوي في البداية 5 و6 مباريات دون هزيمة، تقريبا 12 نقطة على 15، والكل كان تقريبا شيء بشري لاتحاد التطاوين ممكن في كامل الموسم في راحة. لكن وقت اللي خرج من السلسله هذه ودخل في سلسله النتائج السلبيه ولات هزائم متتاليه، خساره نقاط على ارضيه ميدانه، صعبت المهمه. تعرف اصعب انك تلعب على تفادي النزول من انك تلعب على البطوله. راهو الضغط نتاع تفادي النزول والنقاط والكلاسمون، وتشوف راهو صعيب 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 برشا، خاصه اللاعبين ما عندهمش خبره كبيره. مباراه الترجي الرياضي صراحه على الاقل اللي شاهدناه من لقطات وبعض اجزاء من المباراه كانت سيطره للترجي الرياضي، لعب مباراه محترمه، خذا بزمام الامور، حتى لما رجع التطاوين هدفين مقابل هدف مباشره سجل الترجي الهدف الثالث، كان ممكن يسجل اهداف اخرى. اليوم التطاوين انا متاكد ان شكري الخطوي كان يعرف مش هذه مباراه الانقاذ. السلسله نتاع المباريات القليله، ثلاثه مباريات اظن، ثلاث مباريات بالنسبه لاتحاد التطاوين، لازم يعرف كيفاش يستغلها، خاصة المباريات اللي على أرضية ميدانه هي اللي لازم ثلاثة نقاط. اليوم الحوار أصبح تقريبا صعيب وصعيب برشا بين ثلاثة أربعة فرق، لكن أنا متأكد أن اتحاد التطاوين عنده كل الإمكانيات الفنية اللي شهدته على الأقل الأسابيع الفارطة اللي ممكن يخرج من هذه الوضعيه الصعبه. فريق اخر تمكن من ايقاف نزيف النتائج السلبيه هو الاتحاد المنستيري اللي فاز على النجم الرياضي الساحلي في مباراه اليوم الاربعاء الماضي. نرجع للمباراه هذه مع انيس موسى، ذكر الزرافي ونضال عرو. ديربي الساحل 94، او خلينا نقول ديربي الاخطر، بما انه على 4 أهداف اللي تسجلوا 3 منهم على اثر هفوات دفاعي. لويسمو يعود لسكه الانتصارات بعد 3 هزائم متتاليه، رغم انه في اغلب رذاهات المقابله قبل اللعب وكان متاخر في النتيجه، لكن اظهر واقعيه كبيره وفورس دو كاركتير وخاصه النجاعه في التهديد على 4 كور مؤطره 3 أهداف باستغلال الهفوات الدفاعيه لابناء الدريدي والفورمه الكبيره للعدوي والمحيس. بما انه الهدف الأول أو بونتو التعديل كان فيه العلوي صاحب التمريرة الحاسمة للمحيلسي اللي غالط كريدين، وبالمناسبة سجل 5 أهداف في البطولة، والمحيلسي هداف ضد الإتوال ذهاب وإياب. والبونتو الثاني المهم في مجريات اللقاء كان عن طريق العلوي اللي سجل 2 أهداف في البطولة مع أول فرصة في الميتون الثاني في 55 دقيقة لعب. ورغم قبول اللعب بعد الهدف، فانو دفاع لويسمو بقياده حارس بن سعيد قدم مباراه بطوليه قدام هيجان خط هجوم ليتوال. واكثر من هذا، يسجل الهدف الثالث بعد مخالفه حصل عليها تشيمبامبا، والاختصاصي فهمي بن رمضان يحط الكره في الشباك، ثاني اهداف فهمي في البطوله، ويمضي نهائيا على 3 نقاط للاتحاد هامين، خليه يرتقي للمرتبه 7 ب 30 نقطه وتقريبا يغلق ملف اللعب من اجل تفادي النزول ونجاح عفون الغربي وتحقيق اول فوز في ثاني مباراه ليه، والاتحاد يحقق فوزه عدد 12 ضد الجار في 94 ماتش. ليتوال مرة أخرى يفشل في إنهاء المباراة لصالحه رغم تقدمه في النتيجة. بعد بونتو 2 دقائق لعب صورة الهدف،
بن ونس يخرج عياد بدوره للمزياني يتوغل يمرر والعمراني بالخطأ يحط الكرة في المرمى. لتوال على المستوى الاستحواذ والفرص سيطرة كلي، وكان بإمكانه إضافة الثاني في أكثر من فرصة عن طريق العوجي والمزيان، لكن مرة أخرى دفاع لتوال يقوم بهفوات قاتلة رغم عودة بن عياد اللي في كرة ميتة حاولت تغطية بثقة مفرطة قدام العلوي، لكن مهاجم لواسمو كان ذكي وفك الكرة والبقية هدف. سيناريو ميتون ثاني تقريبا كما شوت له، لتوال يضغط خاصة مع دخول الشيخاوي مكان العوجي اللي كان مصدر عملية لعياد وتصويبته يتصدى لها بن سعيد. النجم يسيطر بالطول والعرض وزين الدين بوتمان قريب من الهدف الثاني. كل المؤشرات كانت في كفة لتوال، لكن هفوة جيدة هالمرة من جاك مبي عرف يستغلها العلوي ليسجل الهدف الثاني ضد مجرى اللعب. ال 35 دقيقة المتبقية المباراة أصبحت هجوم ضد دفاع، سرعة في الوصول ل 18 ولتوال يلعب الكل في الكل. تقريبا 7 لاعبين عندهم نزعة هجومية بعد دخول كوليبالي ساكنين صفاقسي والعمو، لكن البونتو ما جاش وابناء الدريدي طالبوا بضربة جزاء في هالعملية بعد تصويبة رأسية من كوليبالي وتصدي لعمران. آخر فرصة ضيعها كوليبالي بكيفية غريبة رغم موقعه المناسب وفرصة تعديل الذيع والهزيمة الأولى في مرحلة الإياب، رغم أنه لتوال كرويا كان الأفضل، لكن كرة القدم أهداف وكذلك يلزم تصليح على مستوى الدفاع، ولعل قبول 19 هدف في 21 مباراة يؤكد صعوبات دفاع لتوال، وكذلك التحذير الذهني عند أخذ الأسبقية وكيفية التصرف والمحافظة عليها اللي أصبحت مشكل حقيقي لأبناء الدريدي في المباريات الأخيرة على المستوى المحلي والإفريقي. أهم شيء تسجل هدف من الأول وتعمل لونتان به، بعد معناها شفنا دفاتير معناها خير منا، دخلنا في الفاسيليتي نستاهلوا الخسارة اليوم، زين نراجع روحنا. خمسة تغييرات هذاك علاش معناها كوتش؟ لا مش خمسة تغييرات، خمسة كل ما لعبنا بتسعة تغييرات وربحنا، مو سي با سا الملاعبية اللي دخلوا اليوم ملاعبية زادة عندهم بوتنسيال كبير، مالوريزمون خسرنا نتحمل أنا مسؤولية. بعد الفترة الخايبة اللي تعدينا بها جاء ماتش ديربي، جمهور برشا كان متغشى علينا، مصور اليوم رجعنا جمهور المستير فرحناهم بالماتش هذا. حتى فما فولونتي كبيره من الملاعبيه، ابليكاسيون خاصه على المستوى التكتيكي تعرف باش توقف النجم لازمك تتعب برشا، خاصه على الاظهره كي يطلعوا حاولنا نسكروا على كشريده وبن والناس ونجحنا في نوعا ما في اللقاء هذايا، لعبنا على المرتدات والحمد لله نجحنا، ثلاثة نقاط مهمه في باقي المشوار. نفرحوا اليوم غدوي كان نرجعوا نخدموا نحاولوا ناخذوا اكثر ما يمكن من نقاط في نهايه الموسم ان شاء الله. اذا الفوز الاول للمدرب عفوان الغربي في ثاني مباراه على راس الاتحاد المونستيري، هو في الحقيقه رضوان اهم انتصار بالنسبه للاتحاد في هذا الموسم. اكيد اهم انتصار خاصه بعد سلسله سلبيه اللي كان معناتها تعرض لها في الفتره الاخيره، كان مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية ضد النجم وكان له ذلك الحقيقة انتصار مستحق كما قال الأسعد دريدي بارابور فيزيونومي نتاع المقابلة، معناتها النجم دخل كما يلزم عمل ربع ساعة ممتازة جدا، سجل هدف اللي هو شيء مطلوب في كرة القدم ديما أنك تسجل هدف من لونتام وتحاول تجاري المقابلة نتاعك، لكن نقول أنا معناتها تتالي الأخطاء الفردية أونكور نقطة سلبية في النجم الرياضي الساحلي. المرة هذه جات معناتها من الملاعبين اللي نقولوا احنا دي كادر اللي ماهمش مستانسين يخطئوا، كسوا بن عياده ولا جاك مبي، الحقيقه ما استانسناش بالفاسيليتي هذيك في التعامل مع الكرات هذوكم سواء في المنطقه الهجوميه او الدفاعيه، كلفت النجم الرياضي الساحلي زوز اهداف. الاتحاد المنسيري كان فما برشا اصرار وبرشا الحقيقه اندفاع خاصه في الشوط الثاني باش يحافظ على النتيجه نتاعو ويتحصل على 3 نقاط. نقول انا بالرغم من محاوله انقاذ ما يمكن انقاذه، الاسعد دريدي يحاول في الشوط الثاني تقريبا ولا يلعب بخمسه مهاجمين كسوا معناتها المساكني ولا كوليبالي صفاقسي شيخاوي، الملاعبيه كل كانت عندهم صبغه هجوميه كبيره، لكن الحاجه اللي بتاتر ما خلتش النجم يجسد او يخلق فرص كبيره هي الاعتماد على الكرات الطويله، معناتها براتيكمون منطقه وسط الميدان الغيت في اخر الدقائق، ولا النجم كل كره طويله وبن سعيد اكيد معناتها الكرات هذوما يحبذهم وكان لقى روحه معناتها في وضعيه مريحه جدا باش يوقف هجومات النجم الرياضي الساحلي. حاجه اخرى نقول انا الكرات الثابته معناتها مستانس النجم احسن من هكا ويستغلهم خير، عكس اتحاد منسيري اللي كان فعال في المقابله هذه وعمل مقابله اكسبسيونيل في خليني نقول حتى على مستوى التدرج الهجومي وقت اللي كان ياخذ الكرات نتاعو يحاول يستغل الاطراف
اللي يطلع النجم يعرف يساندوا الهجوم، دونك كان ممتاز فيهم. وباش نختم فيما يخص النجم، حراسة المرمى أو حارس مرمى مطالب أنه حتى كي يغلطوا المدافعين أو الملاعبين اللي قدامه يحاول يصلح لهم الأخطاء نتاعهم. في المقابل هذه الحقيقة كريدان ما كانش في أحسن حالاته، ما شفناش لبراد اللي نجموا يرجعوا النجم في المقابلة أو حتى في آخر دقائق وقت اللي كان يجري باش يعدل النتيجة معناها تقبل الهدف. بتاتر نقول أنا وقفة المير وغيره المفروض أنه يسكر هو اللونج المعاكس، دونك ما كانش هذايا موجود. في المجمل نقول انتصار مستحق للاتحاد المصري وفورمه كبيره للمحيرسي والعلوي شفناه في المباراه هذه رضو. بالضبط انتصار مستحق في ظل وجود خاصه الوليد العلوي اللي نحب نحكي عليه، ذا ملاعبي وقت اللي سمعت انا الباركور نتاعه اللي عامله الى حد الان، دونك شابو فريمون ملاعبي بيرسيفيرون اللي قاعد يثابر وقاعد يحاول ياخذ المكان نتاعه بدا من الاصناف الصغرى من الاقسام السفلى عفوا مع فرق صغيره، لكن الان قاعد يخدم في مردود محترم مقابل الاخرى. المحيرسي نفس الشيء معناتها هو ابن النادي الافريقي العالم. اي ابن النادي الافريقي لكن انتقل بعد جندوب القلعه عده فرق. فيما يخص المحيرسي نعرفوا البوتنسيال نتاعو بدا يرجع له نحسوا لونفي والجو دو ليفور موجود، دونك نتمناو اكيد كل التوفيق لاتحاد المنسيري قادم مقابلات. النجم نفس الشيء عرف كيفاش يرجع بعد مع نادي رياض الصفاقسي وان شاء الله في الكوب دافريكي يعمل مقابله به. نشوف المباراه الاخيره كانت دارت يوم الاربعاء نادي الصفاقسي اولمبي البيجي، مباراه انتهت 0-0. عاطف الجبالي نضال عروه مهدي قاسم وفؤاد دربال. الانتصار لتجديد الملاحق على ثالث الترتيب كان شعار سي اس اس في استقباله للاولمبي البيجي الساعي بدوره للخروج بالنقاط الثلاث للاطمئنان كليين على البقاء. شوط اول كان النصف ساعه الاولى فيه هجوم سياسات الدفاع الاولمبي، لكن لا منصر من خلال التسديد ولا اديول خطير نشأوا في مغالطه مرمى الباجيه. لحدود دقيقه 29 اول منعرج في اللقاء باقصاء امين جبلة من طرف يسري بوعلي بعد التدخل الخطير على اديول. نقص عددي ما عرفش يستغلوا ابناء الجنوب، بل كاد يحدث العكس وجاك بيسون كان قريب من التسجيل في الدقيقة 35 وكورتو تضرب في القائم. ثم في الدقيقة 44 نفس اللاعب تسديدته تلقى قعلول في التصد. الشوط الثاني كان فيه النسق بطيء واستنينا 25 دقيقة باش نشوفوا هدف أبيض لفراش شوات ألغاه الحكم بداعي التسلل. وربع ساعة أخير ضغط فيه أبناء مرسية قصد التهديد أمام تراجع أبناء المكشر للدفاع في ظل النقص العددي، وكورت جميني ينقذها الدفاع على الخط النهائي للمرمى في هالعملية. وحتى محاولات دقيقة 90 لكل من سولا والزموري ما عرفوش طريق الشباك لينتهي اللقاء على تعادل، هو السادس للمدرب الإسباني يبعدوا كلين على المنافسة من أجل مركز ثاني في حين تعادل يخدم مصلحة الباجية بالعودة إلى مجريات المباراة. نقطة ثمينة برشا ضد فريق كبير كيما نادي رياض الصفاقسي وعلى أرضية ميدانه ونلعبوا تقريبا أكثر من ساعة وإحنا ناقصين ملاعبي، سي با فاسيل وضد جماعة كبيرة وفي التيران نتاعها مش سهل، لكن مرة أخرى ورينا اليوم اللي الفريق نتاعنا فريق محترم جدا واللي الوضعية اللي فيها اليوم الأولمبي الباجي ماهيش هذيك المكانة نتاعو. صدقوني معناتها كان جينا معناتها الأمور باهية من الأول، رانا اليوم متكلاسيين كاتريام قاعدين نلعبوا في كرة باهية برشا، وشفتوا حتى واحنا ناقصين ملاعبي قعدنا نلعبوا منظمين مشينا برشا في الأوفنسيف، ممكن جاتنا ضربة جزاء ما نعرفش صحيحة غلطة ضربنا كرة على البوتو ما شاء الله، معناتها الحقيقة ميريت كبيرة للملاعبية قاعدين يعملوا فيه فور كبير برشا قاعدين يركزوا مليح خاصة في الحصص التدريبية. عملنا برشا تعادلات صحيح مش باهي للترتيب لكن قاعدين نقدموا في مردود ممتاز. يبقى الأهم في كرة القدم هو تسجيل الأهداف. اليوم للأسف خلقنا فرص برشا لكن مرة أخرى الواقع يتغيب علينا. نبدأ معك خالد بتصريح مرسية، التعادل الثامن بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. خلينا نرحب بساعه وحيد صالح. صح شريفتك كابتن. يعطيك الصحة ومساء الخير للمشاهدين الكرام. بعد نمشي مباشرة المفيولة كما قلت تعادل ثامن بالنسبة لنادي صفاقسي، الأولمبي الباجي نقطة ترضيه من صفاقس، عديد الفرص بالنسبة لنادي صفاقسي غاب عليه التجسيم مرة أخرى. صحيح ولو أنه حسب رأي الأولمبي الباجي الحقيقة لعب مقابلة كبيرة على المستوى التكتيكي سورتو، فريق منظم لي دولين دوكات نتاعو زوز مهاجمين. بعد سي با فاسيل انك تجاري النادي الرياضي الصفاقسي بالترسانه الهجوميه سورتو اللي عنده بنقص عددي تقريبا ساعه كامله في المباراه، ومع هذا الفرص الكبيره في الشوط الاولاني كانت للاولمبي الباجي
من هنا نفهموا اللي الفريق عنده ثقة في نفسه، ممكن العامل البدني انه ملعبش اخر الاسبوع الفارط يخليه يكون في كامل الامكانيات نتاعو البدنية، وهذا اللي يخليه نجم يجاري المباراة نتاعو. نادي رياضي صفاقس صحيح في الشوط الثاني تحسن ضغط، لكن الضغط نتاعو كان مركز على اللاكس وقت اللي هو باش تفكك اي كتله نتاع دفاعيه لازم تلعب على الاطراف، وهذا ما عملوش النادي رياضي صفاقس واللي استغلوا، وكيف في مصلحه الاولمبي الباجي اللي كما قلنا رغم النقص العددي حتى في الشوط الثاني لعب بالهجمات المعاكسه وكان قريب انه يسجل. على كل ظهر لي حسب المباراه كلها شوط بشوط للاولمبي الباجي كانوا الفرص الكبيره في الشوط الاول، الشوط الثاني كانوا الفرص الاكبر والابرز للنادي رياضي صفاقس، لكن باللي اعطاه الاولمبي الباجي بالنقص العددي ظهر لي التعادل المستحق والنقطه تحتسب ثمينه للاولمبي الباجي. نادي رياضي صفاقس الحقيقه في ظل تتالي المباريات ما نعرفش شنو هو اللاجستيون اللي قاعد يعمل فيها المدرب، خاطر توا تقريبا بعد شهرين عمل الفريق راهو الثوابت نتاعو، راهو خطه تكتيكيه معينه، يلعب بزوز مهاجمين ساعات يلعب بثلاثه مهاجمين، يعني مازال الفريق الحقيقه ما ورناش ليماج الواضحه نتاعو. ابسط شيء انك تلعب ضد كتله دفاعيه باش تلعب على الاطراف، لكن الفريق بيلعب ديما في اللاكس على الكره الطويله على ايدو ولا على شوات، دونك رغم الامكانيات موجوده الامكانيات الفنيه الموجوده في رياضي صفاقس على المستوى الهجومي الحقيقه تسمح له باش يفكك اي دفاع، مع هذا مازلنا ما ريناش النادي رياضي صفاقسي بثوابت بلعب طريقه لعب معينه. على كل نتمنى له في التوفيق. في 7 نقاط في 8 مباريات خالد، 7 نقاط في 8 مباريات هذاك علاش يعني حتى طريقة نتاع لعب هو ديجا كي خذا النادي رياضي صفاقس عنده ثوابت، عندك سولا عندك ايدو عندك شوات عندك حرزي عندك حباسي الحباسي، يعني عندك 5 لاعبين هما لازم تشكل بهم حاجه محترمه مع وسط الميدان اللي لاعبين على المستوى الفني متميزين، لكن اليوم حتى لليوم نادي رياضي صفاقس مازال ما عندوش طابع، اليوم رينا اللاعبيه سامحني بالكلمه اول مره وجوار تيسبوار لكن فاهمين الخطه وعارفين ايش يعملوا بارابور الفريق اللي عنده تو 3 ولا 4 شهور تحسهم اليوم متعودين يعني لاعبين بعض جوستومون خاطر متعودين مع بعضهم بنفس الخطه تقريبا نفس الاطار الفني والمدرب. على كل ان شاء الله نادر الصفاقسي يتحط على السكه في المباريات الجايه لانه المباريات الجايين ما عندوش الحق انه يتعثر. نمشي مع الكابتن مع المفيولا وزوز مباريات عندنا مبارتين اليوم الترجي الرياضي وشبيبه القيروان وايضا مباراه النادي الصفاقسي والنجم الساحلي. الحكم المباراه العاشر الحكم اسامه بن اسحاق من رابطه تونس 30 سنه ويلتحق بصادق السالمي ومجدي بالحاج علي في عدد من المباريات أكثر عدد مباريات في الرابطة المحترفة الأولى. لدينا في هذه المباراة نمر للقطات مباشرة. ركلة جزاء محتسبة لصالح النجم الساحلي. طبعا عندنا لدينا لعبة مركبة في هذه اللقطة، هل هناك لمس أم لا؟ طبعا الصورة الموجودة أمامنا هناك بالصدر مهاجم النجم الساحلي طالب المدافعين نادي الصفاقسي بلمس، طبعا حسب الصوره لمس غير موجود. تكمل اللعبه، هناك تسديده من مهاجم النجم الساحلي والحكم اسامه بن اسحاق يعلن على ضربه جزاء. اللقطه والصوره امامنا انيس يعني للامانه يعني ما كانتش صوره واضحه، يعني حاولنا بقدر المستطاع الاجتهاد، الحكم كان قريب زاويه الرؤيه، هل حدث اللمس ام لا؟ ما فماش زاويه رؤيه وحيد، ما فيش زاويه رؤيه، انا ما فهمتش، ما فيش ما نجمش نقول ضربه جزاء صحيحه نعم ولا مش موجوده، هو يقصد زاويه رؤيه بس بالحكم تقريبا، الحكم مش واضحه زاويه الرؤيه، هذا اللي نتكلم عليه حسام. زاويه الرؤيه الحكم اذا كان يعني مش واخذ وضع قطري، تمركز الحكم يعني بصراحه يعني غلط، وهنا في اللعبه زي هذه الحكم المفروض يكون متجنب اكثر الجهه اليسرى، يعني يحثر الكوره بينه وبين المساعد، ياخذ في لازم يرجع للوضع القطري في بعض الاوقات. شوف هنا يتابع، مش ممكن انك انت تشوف هذه اللقطه بالنسبه اسامه بن اسحاق، وشوف حاولنا بقدر المستطاع، الحكم هو شاف شيء احنا نمنا راح حسب الصوره، القرار يرجع اللي هو طبعا هذه الصوره انا حبيت نوضحها، الصوره اللي امامنا لا يوجد ضربه جزاء حقيقه، ولكن الحكم ممكن هو شاف شيء اذكر موضوع اخر. هو الصراحه الوحيد نعم. ما نجمش نقول ثم ايوه ولا ما ثماش صحيح، ونقولوا
ما هيش واضحة مش واضحة نتيجة سوء تمركز الحكم بالنسبة لنا. نقدر نقول صحيحة ولا غلط؟ اللقطة الموالية هو حتى صورة مش واضحة بالنسبة لنا احنا حتى هنا الحكم ايضا قريب في الدقيقة 41 شوف هنا اهمال من مدافع النجم الساحلي، هنا العرقلة موجودة وركل جزاء غير محتسبة للنادي الصفاقسي، وهنا الحكم شاهد اللقطة وبيديه يوضح انه هو اللاعب على الكرة. طبعا قريب بالنسبة قرار او تقدير غير صحيح من أسامة غير اسحاق في عدم اعلان ركل الجزاء لصالح النادي الصفاقسي في الدقيقة 41. نمروا للمباراة، ما زالنا المباراة هذه، الهدف النجم الساحلي، الهدف الثاني، الهدف طبعا سليم، لا يوجد لا ضرب جزاء ولا اي خطأ، يكمل اللعبة. لاحظت انطلاق الكرة تمركز مهاجم اي من الصفاقسي، كان تمركز سليم، ايضا عند انطلاق الكرة من الخلف مهاجم النجم الساحلي والهدف سليم. مباراة الترجي وشبيبة القيروان. الترجي وشبيبة القيروان فيها طبعا الحكم الشاب من رابطة سوسة، مرة ثانية رابطة سوسة لديها الحكام شباب، حكم فرج عبد اللاوي، حكم شاب أول مباراة في الرابطة المحترفة الأولى، واليوم بداية نعتبر موفق جدا جدا، ما فيش أي لقطات بالنسبة للحكم. حافز ليه يعني، ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله في انطلاقته. طبعا هذا الحكم المباراه، الحكم 29 اللي يدير مباراه في الدوري الممتاز او الرابطه المحترفه الاولى. لدينا لقطه واحده اللي هي طبعا مطالبه شبيبه قيروان بالهدف الاول ان تكون تسلل، نفس الشيء يعني الانطلاقه مش ظاهر شيء، لحظه الانطلاق حسام مش واضح للاسف الشديد، يعني شوف لحظه الانطلاق ما عندناش صوره البلايلي تقريبا بدري او البدري شوف لحظه الانطلاق، شوف هذه الصوره وضحناها للجمهور الكريم، ما عندناش، ممكن في لاعب فخص الصوره يكون مكسر، ممكن مش اكيد وحيد مش اكيد، شوف اللاعب اللي من الغادي في اقصى الصوره هذا نعم. مكسر ظهر، شوف احنا قلنا احتماله يظهر احتمال، لكن ما نقدرش ناكد مستحيل للامانه، ما نقدرش ناكد ان التصوير كان يكون افضل من هيك الصورة لكل مشاهدي الكرام. هذا ما لدينا في هذا اليوم. حكم حتى جسمانيا بريزونتابل ما شاء الله لي يعني ظهر. نعم. مهم جدا. اختاروا له مقابلة به يعني. هو بصراحة انطلاقة للشاب. هذا عمره وحيد. فرج. ما عنديش فكرة، ولكن حكم شاب واضح انه من ملامح حكم. حكم شاب. في بداية العشرينات من رابطة سوسة. وعلى فكره رابطه السوسه دائما عندهم الحكام الشباب وهذا ميزه لهم، يستخدم على روح رب يوفقهم ان شاء الله. وهذا ما لدينا في هذه الامسيه الجميله ان شاء الله. يعطيك صحة، مشكور جدا، شكرا لك وحيد صالح في غياب زميلنا طبعا مالك الترابلسي، تعزينا الحارة، وفاة عمته يغيب علينا اليوم، تحقيق الأسبوع حبينا نخصوه لمستقبل سليمان في انتظار التحق بنا رئيس النادي وليد جلاد والمدرب يمن الزلفاني، نشوفوا تحقيق خاص بمستقبل سليمان ومسيرة موفقة خلال هذا الموسم، في قراءة لحمودة بن سليم، عماد جليلية، وعلي الحراثي. مستقبل سليمان بعد 23 جولة قاعد يقدم في موسم خاص جدا، بل مثل عنوان بارز للنجاح وعلى أكثر من مستوى. لمدة 5 سنوات معناتها الإدارة هذه تخدم ناس معناتها مكرسة وقت كبير، موفرة برشا حاجات معناتها اللي يعملوا الاستقرار في أي جمعية، الاستقرار المادي زاد معناتها بيجي نتاع الجمعيه معناتها نتصرفوا فيه معناتها على قد خطوتنا، معناتها نتصرفوا بالكدا مريقلين في الوقت، نخلصوا الملاعبيه في الوقت، البريمات في الوقت، نعملوا استاجاتنا معناتها، نوفروا ظروفنا الكل معناتها نوفروا فيها بالكدا. كرويا الارقام وحدها تتكلم، مرتبه 5 ب 33 نقطه، هو ثالث اكثر فريق حقق انتصارات 9 بعد الترجي والنجم. يملك الثالث أنجح خط هجوم ب 30 هدف. 30 هدف ساهموا في تسجيلهم 9 ملاعبية على رأسهم أيمن محمود هداف الفريق ب 6 أهداف. بلغة الكرة ديما كتحل الشبكة واحد معناها ديما نتبع معناها وديما نمشي طمعت باهي في الكرة.
الحمد لله يا ربي كاو معناها البونتو جاب بونتو الحمد لله 6 بونتوات توا وان شاء الله نكمل 7 ولا 8 بونتوات احسن بونتو انا زوز بونتو كونتر باجا في باجا رشاد العرفاوي العقل المفكر وقائد الفريق يجي في المرتبه الثانيه تسجيل 4 اهداف احسن بونتو ماركيتو انت كونتر كلوب افريكا كونتر كلوب افريكا شين مو من الاول بديتو انا وبعديك هزيت كرة على اليمين وعاد رجع كملت انا في لي كونتر كلوب زوز بونتو دوبلي دوبلي جبت انا 3 بوان الحمد لله اكثر ملاعب يتم استعماله شكونه سناب اللي بالستاتيستيك نجم نقول لك انه اسامه بن عياد اكثر من لعب وقت في مستقبل سليمان في السيزون 2020 2021 واحد بدنه لاباس خاصه نربى حد واحد يستحفظ على بدنه خاصه البرا من التيران البرا الخدمه في التيران البرا لازم واحد يستحفظ تعرف ربى حد ربى حد بده يصير تكثر خاصه المسكيلير الواحد الحمد لله واحد محافظ على بدنه وكله فضل من ربي وديسبلين برا من التيران حسين بن عياد معناتها سيتان تري تري بونجور اكتشافه معناتها جاء في متاخر معناتها في السن نتاع 27 سنه معناتها نتصور معناتها وسام بن عياد كان في العمر نتاع بال 20 25 كان يعمل باليه كبيره ياسر سورتو في الاوروب نجاحات مستقبل سليمان تمثلت ايضا باللعبه بنديه كبيره وفرض الوانه على اي منافس مهما كان اسمه سليمان مانيش جمعيه معناتها اللي تسكر اللعب نلعبوا سون كومبلكس فوتبول توتال كره قصيره فاريي توا في الناسيونال ولا تلعب كونتر نابورت كل ايكيب اليز مرتاحه كونفيونت نعملوا الميتريز نتاعنا ميتريز جو ناخذوا احنا سكور نربحوا لي غرونت ايكيب معناتها ولات حاجه بلات كولتور نورمال معناتها في سليمان ولات حاجه عاديه انك معناتها تلعب كونتر ايكيب كبيره وتربحها معناتها احسن مقابله لعبناها كونتر عملنا كونتر ريسبيرانس فيراس عملنا ترحبي وكونتر ليتوال هون نقطة أخيرة والساهمت بنسبة كبيرة في نجاح هذا الفريق تتمثل في التفاهم بين أفراد كامل عائلة مستقبل سليمان لاعبين إطار فني وإداري وهيئة مديرة C'est un bon groupe, c'est une bonne équipe. On a envie de garder l'équipe quoi. Et je suis sûr qu'avec l'équipe, avec les dirigeants, avec les coachs, on peut aller loin. نشكر الأولاد على الأولاد يخدموا 100% سونتري ديسبليني يخدموا. معناها خدمة نتاع إطار فني تكامل بين الإطار الفني ككل وبين الملاعبين اللي قاعدة تطبق. موين داج نتاع الملاعبين ربما زاد يعاون فيك مسيو البلان فيزيك. بالطبيعة بالطبيعة. ليش الموين داج عندكم؟ معناها الموين داج نتاعنا في 23-4-5 موا ميم با. خلينا نرحبوا برئيس مستقبل سليمان وليد جلاد، صح شبيبتك ومرحبا بك. صح شبيبتكم أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. ويامن زلفاني مدرب الفريق معك اخويا مرحبا بك حاضر معنا ايضا يامن مرحبا بك كوتش مرحبا بك مرحبا بالحضور وصحه شبابك قبل ما نتحدث على مسيره النادي خلينا نقدموا تعزيه لهشام جيرات على اثر وفاه والدته اليوم هشام وايضا هيثم جيرات تعزينا الحاره الكل من هشام وهيثم ونمشي معك مباشره وليد جلاد فيما يخص مسيره النادي اليوم النادي في المركز الخامس ب 33 نقطه مسيره موفقه بالنسبه للموسم الثاني على التوالي مستقبل سليمان في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم شكرا انيس قبل كل شيء شكرا على الاستضافه ان شاء الله رمضان مبروك للتوانسه الكل نعزي خويا هشام وهيثم بالمصاب الجلال نتاعهم فقدانهم عزيز عليهم ونحب نهني في الذكرى ال 65 لقوات الامن الداخلي كل اعوان واطارات المؤسسه الامنيه خاصه انهم شريك في تامين المباريات الرياضيه وقاعدين يبذلوا في مجهود كبير وان شاء الله تهانينا لكل الترقيات وتهانينا لكل اعوان واطارات القوات الامنيه ان شاء الله تونس مبروك عليكم به نجيو مستقبل سليمان كملنا تاع مجلس السنوي حطيت لها كملنا تاع السياسي للكلام لا لا مش كلام سياسي هذا كلام رياضي لانه مش شركاء في اللعبه واحنا هما يامنوا فينا بلاش بيهم نجموش نلعبوا واحنا نهنيو باش نعيشوا باش نلعبوا في تونس الكل فوالا واحنا زاد نهنيو سي وليد جلاد على الموسم المتميز اللي قادم هو حطيت لها سي وليد لا ما عملنا لها شيء هو الحقيقه كي يولي موسم ثاني يولي ما عادش استثنائي الموسم الاول ممكن استثنائي اما كي يولي موسم ثاني وقبله في الرابطه الثانيه زاد موسم استثنائي لان ربحنا تقريبا كل منافسينا خارج الميدان حتى في موسم الصعود كان المستقبل الرياضي بسليمان انتصر على كل منافسين مباشرين وقت نذكر مستقبل مرسى الترجي الرياضي الجرجيسي الاولمبي الباجي كلهم ذهاب واياب خارج الميدان معناتها منافسينا المباشرين
عدينا موسم استثنائي زاد تقريبا معناتها هذا الموسم الثالث استثنائي ما عادش يولي استثناء تولي قاعده تأكيد. تولي قاعده تأكيد. تولي القاعده كونه فريق سر النجاح نتاعه هو حسن التسيير هو حسن التصرف في الموارد البشريه وفي الموارد الماديه فما ثقافه ولدت هاك تشوف نجحنا فيها حتى عند اللاعبين كرسناها كانوا فماش الفرق بين الجمعيات وهي الميزانيه الماليه والجماهير والاحباء لانه قداش عندك جمهور شو الفرق بين الجمعيات الكبار والجمعيات سوا ديزون الصغرى وانت تتحدث عن مش بالتاريخ فقط بالجماهير وبالميزانيات ذولي اقل ميزانيه في الرابطه المحترفه الاولى احنا برغم ذلك ما عندك حتى ديون احنا معنا حتى ديون حتى وقت اللي بعنا محمد علي بن حموده للترجي الرياضي التونسي ما قلنا هال 500 الف دينار رانا باش نتصرفوا فيهم على زوز ثلاثه مواسم ما نمشيش نصرفوا فيهم في موسم ناكلوهم وفي الموسم والدليل مستنى. في موسم هذا التقرير المالي قدمناه دخلنا مليار و740 مليون تقريبا صرفنا كير مليار و300 خلينا لبداية الموسم هذا الثاني فائض عندكم فائض نلقاو بالصفقة في حسن ما قلنا الصفقة ذي مش نعتبروها ما صارتش استراتيجية بتاع سقف الأجور لأنه احنا من تو قاعدين نعدوا في العدة الموسم القادم كونه نعرفوا شنو النقائص نتاعنا مع بالتنسيق مع الإطار الفني كل واحد يخدم في خدمته الإطار الفني عنده مهمة يخدم فيها اللاعبين عندهم مهمتهم يجيو باش يخدموا ما يجيوش باش يناقشوا لي سالير نتاعهم المنح نتاعهم لانه يعرفوا رواحهم جايين كام باش يخدموا ما عندهم ضغط ما عندهمش يقعدوا يخموا اللاعب توفر له باش يعطيك 100% في الميدان لازم توفر له كل ظروف النجاح ما يخممش في حاجه اخرى قلت لي لاعب محترف جاي باش يلعب باش يخم باش يترين على روحه يقوم بواجباته فقط احنا كذلك الاطار الفني تعطيه معناتها الكارت بلانش باش يتصرف وتوفر له الظروف الملائمه كيف على مستوى مع اللاعبين مع اختياره اللاعبين اختياره الكذا ما فماش شكون اداري يتدخل في خدمه الاطار الفني تحديد المهام سواء مع يامن سواء مع سي شاكر سواء مع سي سامي سواء مع لطفي الجبالي هذوما معناتها اللي مروا بالفريق احنا تقريبا اربع مواسم في الرابطه المحترفه ومع مع مع موسم انا في الرابطه الثالثه هذا السادس سنة في الرابطه المحترفه اربع مواسم اربع مدربين وكنا كلهم يعرفوا معناتها تقريبا معدل تقول لي مثال السنة تغيير المدربين بعد الترجي الرياضي التونسي فما سليمان والمسير اللي الترجي الرياضي التونسي ما بدلت حتى مدرب حافظت على الاطار الفني بتاعها الاخرين اللي بدلوا هو مستقبل الرجيش تحيه لسعيد ومحمد علي العربي لانه كيف فريق الحقيقه نفس المسيره تقريبا يحظى باحترام كبير كيف الشاب عمناول كنا استثناء احنا في هلال الشاب عمناول سليمان السنه كيف مع رجيش انا قلت لك ولات قاعدين نخطوا عملنا اهداف يعني بخلاف الرؤيه الاداريه عندكم رؤيه رياضيه بما انكم عندكم الناس كل كانت متخوفه من تغيير المدرب قدوم يامن الزلفاني الناس قالت يعني النتائج ماشيه مع سامي القفصي لكن رغم ذلك كسبتوا الرهان شوف كيما بالنسبه كيما شركه مؤسسه تبدا كل شيء منظم يخرج مدير يجي مدير متبدل شيء كل شيء منظم علاش يصير التغيير نعم علاش يصير التغيير علاش يصير التغيير وقت اللي تبدا في شركتك مؤسسه تسير فيها تحس فما ارقام باش تبدل فما حاجات ما مشيتش يلزمك تتدخل في الوقت بس تتدخل مش تدخل انت كاداري احنا مثال نحب نقول الناس كل سالتني على سامي القفصي وانا قلت الكلام وقلت الحسابي ذاك كنا مع بعض قلت له انا مسؤول ناخذ القرار انا رئيس جمعيه انا منتخب في جلسه عامه وانا موجود رئيس جمعيه مانيش رئيس جمعيه مش حمل مسؤوليه مش رئيس جمعيه يعرفوني الناس كل اللي نتواجد في التمارين ابسط الجزئيات معناتها نبدا ملم بها نعرف اش فماش ما فماش نعرف من ويعرفوني الاطر الفنيه الكل اللي ما ندخلش في اسبوعيا فما لقاءات تجمعني مع الاطار الفني مع المدرب علاقات طيبه كانت مع كل المدربين نحكيو مع بعضنا كذا لكن مش ندخل في عمل الممرنين مستحيل هذا تقريبا كل الممرنين يعرفوه لكن فما تقييم يصير وقت اللي احنا بعد ثمانيه جولات لمينا 11 نقطه
وتنحى سامي ونحب نتوجه له وقدم عمل ممتاز الحقيقه معناتها عام ونص وبارك الله فيه هو وكل سي شكل مفتاح كيف قدم عمل ممتاز لطفي جبالي كيف كيف كل نوجه لهم تحيه وكانت علاقتنا كل احترام وتقدير واحترام متبادل ولليوم قلنا من مصلحه وقتها نذكر مليح البلاغ لقينا من مصلحه المدرب ومصلحه الفريق كونه تصير قطيعه تصير اتفاق بالتراضي تصير تغيير وصارت الاتفاق والحمد لله لسامي اليوم يتشكى ونتمنى له كل التوفيق في النادي الرياضي بن زرتي ولا مستقبل سليمان ولا عندنا ما عندنا حتى نزاع في امام الجامعه امام هياكل الجامعه التونسيه لكره القدم في ست سنوات وانا رئيس جمعيه مع الهيئه المديره هذه ولا نزاع لا مع لاعب ولا مع مسؤول ولا مع مدرب قلنا وقتها في عمليه تقييم 8 جولات 11 نقطه رينا مستوى الفريق قاعد يتيح رغم العمل اللي قاعد يقوم به المدرب بعد جلسات كبيره كل جمعه مع المدرب وقت نذكر انا ذاك وقلناها ويعرف حسام وقلت فما سؤال سالته للمدرب والاطار الفني علاش الفريق ما يتحرك كان الشوط الثاني كان الشوط الثاني وكان ما يقبل ردة فعل معناتها لاحظتها بعد تقريب مرور ثلاثة أربعة جولات ما الفريق ما يتحرك كان ما يرد الفعل فما حاجتين يا اما مونتالمون وناقشت مع الإدارة الفنية متاعي عن إدارة فنية في المستقبل يا اما مونتالمون يا اما فما مشكلة في الديسبوزيتيف تكتيك تكتيكية فما مشكلة تتحرر اللاعبين فما كوادر نتاع اللاعبين نحكيو معاهم فما إدارة فنية فما شفنا والسؤال تطرح على المدرب عديد المرات وعلى الإطار الفني عديد المرات وقت اللي الإدارة وقتها ما لقاتش الجواب المقنع مش أنا باش تقنع أعطيني الإدارة أهل الذكر يقتنعوا الإدارة الفنية اللي معايا وقت اللي ما قنعناش وما تحسنش وقعدنا في نفس المشكل وما تحركنا في شبيبة القيروان وقتها نذكر إلا بعد ولينا نقبلوا هدفين اثنين باش في ربع ساعة مركينا ثلاثة باهي شنو اللي صار بعد معناتها حتى وقتها تقول لي أنت وقتها صار عيطنا لسامي قلنا له سامي راهو من مصلحتك ومن مصلحة فريقك وقت اللي الإدارة ما لقيناش جواب مقنع وما والإدارة الفنية كيف كيف ما تقنعتش رانا اليوم الفريق باش يمشي في منعرج آخر والحمد لله وقت اللي تبدلت النتائج وقت اللي تبدل المدرب جينا فما تغيير صار على مستوى مع احترامي الخدمة الكبيرة اللي قدمها سمير القفصي راهو معناتها في بداية الموسم الفارط وفي بداية الموسم هذا فما برشا قالوا لي شبيك ماكش معناتها كيفاش أنت عندك 11 نقطة في 8 مباريات؟ هي 11 نقطة شنو المعدل نتاعك؟ ما نستناش الكارثة أنا كرئيس جمعية نستشرف استباقية عملية استباقية معناتها من دوري كوني نستشرف ونحمي فريق ونحمي حتى المدرب خلينا نمشي معايا من مباشرة من استلم المشعل يا من شنو اللي تغير بقدومك الفريق أكيد عندك تجارب خضتها بالبلدان الخليجية في الجزائر اليوم مع مستقبل سليمان كيفاش كانت المهمة بالنسبة لك أنت معناها مع الفريق؟ كما قال سي وليد تو معناتها أول ما خذيت الفريق معناتها كانت معناتها قعدنا وحكينا معناتها في سيرتو ما حكيناش معناتها حكينا على الإيكيب على اللعب معناتها قال لي نحب معناتها ايكيب تعرف تلعب كوره تمشي لقدام سون كومبلكس تو دونك كيما تعرف معناتها انيس انا معناتها دربت فريق معناتها بين قوسين كبيره معناتها في سلطنة عمان في الجزائر المريخ السوداني السعوديه ظفر العماني واخرها معناتها شبيبه القبائل معناتها حطيت معناتها توسكي معناتها كونيسونس وتوسكي معناتها بين قوسين فيكو اكسبيريونس صغيره مع جمعيات كبار معناتها حطيتها معناتها مع الوليدات هذوما والحمد لله ممهدات النجاح كانت موجوده ايمن سيرتو في انا بالنسبه لي انا معناتها دخولي معناتها لتونس كان معناتها كما نقولوا فيها والدي راضيين عليه معناتها جيت مع فريق اللي هو سيرتو مش على خاطر بحذايا معناتها سي وليد فما تنظيم كبير ياسر في الاداره الملاعبيه معناتها لقيت معناتها بيستير ياسر نظيفة دي جوار كادر لمين معناتها الجوار الصغار و بليس دو سا لا كاليتي تكنيك موجودة من معناتها من الديفونس حتى الاتاك حتى من شفتوا معناتها في مع مستقبل سليمان بعد الترجي الرياضي التونسي معناتها مستقبل سليمان اللي تعمل تورن اوفر تاع خمسة ستة لاعبين وتقعد نفس الأداء معناتها نتاع اللاعبين هذا ما يدل اللي فما فنيات في مستقبل سليمان
حطينا معناتها كل شيء وسيرتو معناتها خدمه نتاع ستاف. حطيت طموحات منذ البدايه، معناها اهداف الفريق بالنسبه لك؟ بيان سور، من اول ما قعدنا معناتها حطينا طموحات قدامنا، معناتها سيرتو معناتها سيرتو على الاستراتيجي دو جو، سيرتو معناتها ايكيب تعرف تلعب كوره، ايكيب تمشي لقدام، ايكيب في الترتيب كان محدد يعني بالمراكز المرتبه اللي كان ناوي يوصل لها الفريق منذ البدايه. اي كل شيء كل شيء حطيناه. ديجا معناتها اول قاعده مع سي وليد قلت له كان باش نلعب ولا تفادي النزول، انا راني مانيش معناتها نحب معناتها ما نخرج. هو كان معناتها عنده بروجي، البروجي فسره لي ونفس لي زيدي، دونك توكلنا على الله خدمنا خدمه معناتها باهي. سيرتو قلت لك على الستاف تكنيك اللي معايا، ستاف ميديكال وستاف ادمنستراتيف، كانت معناتها الكل الدل اللي مش ننجحوا الحمد لله شكرا لله. مازالوا تروا ماتش، مازال تروا ماتش، مازال ما كملش الشامبيون، مي الحاجه اللي معناتها اللي رسمناها تبلورت في الميدان. كيفاش تم توظيفهم تروا ماتش اللي مازالوا؟ نعم كيفاش توظفهم ثلاث ماتشات اللي مازالوا؟ مازالوا تروا ماتش معناتها حتى معناتها مع الجوار نتاعي، تروا ماتش دو كوب، ونحن قاعدين معناتها نحضروا معناتها بالماتش دو كوب اللي جايين باللي ماتش هذوما. 9 بوان سي 9 بوان معناتها جيرا سيرتو معينا معناتها مستقبل سليمان ما نساهموش في بلادنا، معناتها عندنا ماتش في بلادنا زوز الاكستيريور ان شاء الله معناتها نحقوا معناتها اون راش الماكسيموم بوسيبل دي بوان اي بوركوا با معناتها نطمحوا للمرتبه مرتبه مخير ان شاء الله. يا من مازال ليش قلت له وليد مانيش نلعب على تفادي النزول؟ ايه قلت له قلت له نعرف ما يخممش فيها ابو كله. سي وليد تعسف عليكم شويه، هو تعرف رمضان ونقص التوقيت شويه باش نختم معاك، ما عادش عندنا برشا وقت لانه مازال خمسه دقائق. كيفاش ترى يعني بقيه مشوار بالنسبه لمستقبل سليمان؟ شنو مشاريعكم الموسم القادم؟ اليوم مركز خامس، يعني الحفاظ على النجاح كما نقولوا ديما اصعب من النجاح في حد ذاته. اكيد فرق صغرى باش تكبر، حد الرياضي ناخذ شويه وقت ما يسالش. لا ما تكونش فرق صغرى، بالعكس بالعكس ما يسالش. احنا نشجعوا مؤسسه التلفزه، شكرا لحد الرياضي. أنا شوف كيفاش نختموا المستقبل هذه بسليمان، تقول لي أهداف موجودة، الأهداف مع يامن، وإحنا الكوب معناتها حاطينه كهدف من أهدافنا، كيف كيف المرتبة الخامسة حطيناها مع بعضنا. الكوب مازال أبارمون ما فماش، كان بحذانا ممثل الرابطة. فما كوب، فما كوب إن شاء الله. هاو فما كوب سكوب سكوب فما كوب إن شاء الله. والمرتبة الخامسة حطيناها كهدف من الأهداف من نهار الأول وما علنتش عليها، لكن بيني وبين أنا في بالي أنا نعرف تقريبا. أي حسام في كان في لقاء نهائي في قاعدة قلت له راهو الهدف نتاعي المرتبة الخامسة، اشترى التابلو الفوقاني. أنا شو نقول؟ أنا عندي ثقة في اللاعبين اللي في مستقبل هذه بسليمان، معناتها الحقيقة كنت نحكي على جور من جورات مع خالد أسامة بن عياد. ما نعرفش معناتها اللاعب هذا تبارك الله، انا عندي انا ممكن من احسن اللاعبين الوسط في تونس. كيف كيف فما عديد اللاعبين الاخرين، فريق يقول لك يقال لعبنا كونتر كوبا امريكا ناقصين ست جورات، لعبنا في كل امام واخترنا باش ندوروا ليفيكتيف لونترونور ويقول لي يقولوا كارت بلانش. معناتها عندنا تقريبا 28 جوار في نفس المستوى، كيقول في نفس المستوى لعبوا الكل، صدقوني في نفس المستوى. احنا اليوم البريمير جارديان بتاعنا هو تروازيام جارديان بدا في اول سيزون، معناتها تروازيام جارديان يلعب ويأكد ومن ماتش الماتش قاعد يأكد كيف كيف على مستوى كل اللاعبين. وانا ممكن في لاعبين في مستقبل هذه بسليمان قادرين يحملوا زي المنتخب الوطني، لانه كان الاداره الفنيه تاع المنتخب تركز على الفرق مش في سليمان برك، ممكن فما في 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 عديد المواهب في جمعيات اخرى. انا عندي ثقه في الاولاد، وذوما الاولاد انا نقول لك تقول لي شنو هي سياستك؟ احنا السنه ما عندنا حتى جور يخرج اور كونترا، هاي السياسه، ما عندنا حتى جور اور كونترا. الجروب هذايا تو عنده ثلاث سنين يخدم مع بعض. المستقبل هذه بسليمان كيف كيف الاحباء والجمهور عندهم قاعدين يدعموا في بالفريق، كيفاش يدعموا في غياب فما الضغط، فما الضغط على الفريق اللي يقدموه اللاعبين يشجعوا فيه. عندنا كذلك نحب نشكر كل مؤسسات الداعمه، لقينا من معناتها مؤسسات داعمه خاصه ديليز دانون اللي هو معناتها المصنع بتاعنا. هذه بيبليسيتي جراتويتي، لا لانه لا كي يقول انا ديليز دانون نقول في الواحد. باهي نتحمل انا المسؤوليه. لا نقول هو لانه مستثمر في المنطقه، لانه مستثمر في المنطقه. فما البلدية سليمان اللي هي شريك اساسي معناتها في 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 الفريق، منحه مخصصه منحه اكسبسيونيل، ممكن بلديه اخرى انا ادعوها لكن تمشي على منوال بلديه سليمان.
فما رجال نادي، رجال سليمان قاعدين يعاونوا. شوف راهو النجاح ما يجيش ماهوش فردي، عمره ما نجم يكون نجاح فردي، نجاح ما يكون جماعي الا عمل اطار فني، لاعبين، احباء، هيئه مديره، وفيزيون وستراتيجي استراتيجي. احنا نقول لك مثال كي نتفاهموا مع اللاعبين، فماش لاعب يخرج سيزون هو مش خالص، وانا نضطر باش نفسخ كونترا مع جوار لانه يحب من عندي 50 ولا 60 مليون، وتحت الضغط فسخ له ونقول فسخت له، هو يتنازل يمشي يلوج على جمعية، ما نعطيهوش برشا فلوس لانه ما عندناش، وما نعطيهوش حاجات احنا ما عندناش. انا لليوم رئيس جمعيه عمري ما صححت في شيك وانا ما عنديش فلوس، وما نصححش في شيك شيك بيرسونيل ما نحكيوش عليه بارلون با ما فماش، وما نصحح وما فما حتى جوار نجي نقول لهم شيكاتك وباش تلعب معايا، انت عندك حق يضمنوا لك كونترا، وكلمتي انا اكثر من 10 شيكات، وجوري تونس كل تعرف شهاد، نتفاهم معاك في 3 ملايين تاخذ 3 ملايين، نتفاهم معاك باش تاخذ مده العقد 80 مليون 100 اللي نتفاهموا فيه في العقد يلقاه. استبنات تبنات ثقه، فما ايماج دو مارك خرج الجمعيه عند كل اللاعبين تقريبا وعند كل المدربين، قال لي المستقبل هذه بسليمان ما يعطيش برشا فلوس لكن يعطيك فلوس اللي تستحقهم واللي يقدر عليهم، وهذا عملت ايماج دو مارك للجمعيه. كيف بالنسبه لليوم نلعب مع فرق الكبرى من غير عقد، لعبنا مع الترجي في رادس، عملنا في يقولوا سليمان تابع الترجي، سليمان تابع رئيس جمعيته يحب الفريق ديسكور تابع الفريق. وليد وحليت وانت معناها سياسي بامتياز يا وليد، كمل الوقت عطيك السناء هم الاسئله هم جاوب على كل الاسئله، كمل الوقت رئيس جمعيه انا فقره مش تعدي ربحنا الكلوب، ربحنا الاتوال، تعادلنا مع ترجي او ليكيب عملت نول، ليكيب الوحيده تقريبا حتى الكيبات الكبار ما عملوش نول مع ترجي في تونس واحد في رادس، احنا محسوبين سليمان محسوبه كان على سليمان، يعطيك صح خلينا، وهذا نجاح مشترك الكل الاطراف يعطيكم الصحه فيهم، وهذا حلم جهه كامله، ما تنساش اللي الفريق يمثل جهه الوطن القبلي في الرابطه المحترفه الاولى، اللي الوطن القبلي الثقافه هذه نتاع كانت مثلها قبل لاسبيكا والحريقه وقربه بلي خلاد وقرومبالي وقرب، وما عندناش وقاعدين نضعوا شرف لينا كبير كونه مثلوا في جهه الوطن القبلي الكل. باهي في 10 خليتوا 10 ثواني حتى الفقره اللي باش نعطيها في الاخر باش نستغنيوا عليها خليها الاسبوع القادم. شكرا سي وليد، نخلي كلمه الختام ياب. بالنسبه لكلمه الختام ان شاء الله نكمل واحد السيزون بوتي، سيرتو معناتها لي زومبيسيون توا في مستقبل سليمان كبرت وطموحات مشروع. ان شاء الله نجيوكم احنا هازين كوب. الموسم الجاي الطموحات اكبر من هكا ياب. ان شاء الله ان شاء الله بيان سور، سيرتو كيما معناتها معناتها فما ستابيليتي سور تو لي بلون ادمينستراتيف افكتيف. لا طموحات ما تنجمش تكون اكبر من هكا سامحني. طلعونا جينيريك سي وليد. اعطيني 10 مليار دولار ونثبتوا لك. باهي سي وليد يعطيك الصحة وشكرا لك. وصلنا لختام موعد اليوم الاحد الرياضي، عندنا موعد الاخبار منتصف الليل، يعطيك الصحة وليد جلال شكرا لك على الحضور، يامن شكرا لك، خالد مشكور جدا، رضوان يعطيك الصحة، حسام مشكور جدا، اجمل تحيات كل الفريق، صباح الخير الناس الكل، إلى اللقاء. شنو يا اخوي؟